النهارده فخامة الرئيس اجتمع بالحكومة الجديدة زي ما حضراتكم عارفين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تتذكرون جيدا يمكن كان قبل أجازات عيد الأضحى المبارك قام بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. أهم حاجة كان بيشدد عليها الرئيس إن الحكومة تبقى مليانة خبرات وطنية ودولية وتحقق تطلعات المواطنين، وزي ما كنت بقول امبارح وبقول النهاردة وهقول بكرة، المواطن أولويته الأولى أسعار وتضخم، تضخم وأسعار. طيب خلونا يمكن محتاجين نتكلم شوية على الحكومة، ونبدأ أولا بدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ربنا يوفقه بإذن الله. دكتور مصطفى مدبولي يمكن ليه نجاحات كتير جدا خلال الفترة اللي تولى فيها مش بس رئاسة الوزراء، ولكن أيضا في الفترة اللي تولى فيها وزير إسكان وما قبل ذلك. ويمكن آن الأوان إن أنا أقول لك على حاجة لطيفة يمكن كنت أنا نوهت عنها قبل العيد كده. دكتور مصطفى مدبولي واحد من أهم خبراء التخطيط العمراني مش بس في مصر ومش بس في المنطقة العربية، بل ومن أهم الخبراء الحقيقة اللي ليهم سمعة طيبة وحسنة في العالم كرجل خبير في التخطيط العمراني، تخطيط المدن. بعد كده طبعا زي ما انتم عارفين دكتور مصطفى مدبولي تقلد العديد من المناصب وصولا إلى منصب وزير الإسكان ثم رئيسا لمجلس الوزراء. يحسب جدا لدكتور مصطفى مدبولي أداؤه كرئيس للحكومة في فترات الأزمات شديدة الصعوبة، وكان من أبرزهم وأكبرهم أزمتين هم الأكبر في العالم بالتأكيد، وإحنا كنا جزء من هذا العالم ولا زلنا، ألا وهما أزمة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. إلا أنه كمان لا ننسى على الإطلاق أن دكتور مصطفى مدبولي كان ليه جهد كبير جدا هو ووزراءه من الحكومة السابقة في مسألة جذب الاستثمارات المباشرة من خارج البلاد. زي ما كنت بقول امبارح مش بس كلمة الاستثمارات الأجنبية هي دي الكلمة المتعارف عليها دوليا زي ما بتقال، كان الجذب الاستثماري اللي حصل من دولة الإمارات في استثمارات رأس الحكمة. وبالتالي خلونا بقى نشوف، يمكن هنحاول قدر الاستطاعة نستعرض ولو جزء يسير أو أبرز النقاط المضيئة وشديدة اللمعان في مشوار الدكتور مصطفى مدبولي، وهنرجع نكمل الكلام.